الجول السابق حسين عبد الرحيم كرة ومباراة ما بين المتصدر وما بين يعني متدين جدول الترتيب وكرة خطيرة في الجبهة اليسرى ملعوب عرضية بداودي أول الأهداف في أول الدقائق في أولى مباريات الجولة عن طريق البرازيلي باري اللي يعفى إلا وأن يدخل في قلوب جماهير النادي الأهلي بشكل إجباري. شوط اللعبة هدف مفاجأة عرضية رأسية بعد ذلك والكرة في المرمى واحد الأهلي في وقت مبكر في هدف قد نبئ بنتيجة كبيرة للفريق الأهلاوي على الفريق الخلجاوي في هذا